النتائج القوية التي حققتها الأحزاب اليمينية في ألمانيا وعموم أوروبا بات يضغط كثيرا على الحكومة الألمانية وأحزاب ائتلافها الحاكم لتسريع عمليات الترحيل ومعالجة طلبات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي، متخذين من طريقة تعامل بريطانيا وإيطاليا مع هذه القضية كأفضل الحلول المتبقية. فالجميع في ألمانيا يدرك أن قوة الدفع الرئيسية لحزب البديل اليميني هي قضية اللجوء، حيث حل الحزب في الانتخابات الأوروبية في المرتبة الأولى في 5 ولايات شرقية واعتبر ثاني أقوى حزب في ألمانيا. بالتأكيد يتعلق الأمر بترحيل المدنيين إلى بلدانهم والتي لم يكن أن تتم سابقا، وهذه الدول هي أفغانستان وسوريا. لقد أشرت إلى ذلك في البرلمان وسوف نطبق ذلك. وزيرة الداخلية تخوض حاليا النقاشات لكيفية تطبيق هذا الأمر. أكثر من يغني على موالي حزب البديل ويضغط لنقل مناقشة طلبات اللجوء إلى خارج ألمانيا هو حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي وشقيقه في بايرن، لكن الخبراء القانونيين يحذرون من المشاكل والعقبات القانونية أمام تطبيق هكذا نماذج، لا سيما أن بريطانيا لم تطبق عمليا شيئا على أرض الواقع، واتفاق إيطاليا مع ألبانيا يشمل استقبال 3000 لاجئ فقط. أعتقد أن المهم فيما يتعلق بالدول الثالثة هو أن لا يحدث التغيير نتيجة سلبية على قضية اللجوء. أعتقد أنني والسيد هيرمان متوافقان في الرأي حول هذا الأمر، وهذا يشكل أساساً قوياً. أنظارنا تتجه نحو ألبانيا ونفضلها كجهة نرحل اللاجئين إليها على رواندا، لأن تطبيق ذلك قانونياً أسهل، كما أننا نعيد تقييم دول أخرى أيضاً نعتمدها في خططنا. وصل إلى ألمانيا خلال العامين الماضيين حوالي 1,700,000 لاجئ، ويتوقع وصول مئات الآلاف الآخرين بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا وارتفاع مؤشرات اتساع رقعة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. من ألمانيا دلشاد حاجي لقناة اليوم.